حرر كتير. عجبني أرادك شوف ها إذن متابعينا الكرام، تتبع قناة الشعر قناة شفتي بالله يرحمنا، أمطار خير وبركة كتهطل في هذه الأثناء، أمطار غزيرة. رغم ذلك غادي نكملوا المباشر ديالنا، الله يرحمنا قد نفع. كتواجدوا معكم بحي البربورين متابعينا الكرام، هنا بمدينة تطوان، بسبب العاصفة ديال البارح اللي ضربت مدينة تطوان، منزل قيد البناء يعني طابق. إذن طبعا يعني متابعينا الكرام، يعني بسبب يعني أمطار الخير أمطار البركة، ما قدرتش أننا نقربكم بالصورة. الحمد لله يعني الشتاء الله بدات، الحمد لله يعني أمطار غزيرة في هذه الأثناء، نصوروا هنا في هذه الأثناء يعني متابعينا الكرام. طبعا يعني كما قلنا كنتحدثوا متابعينا الكرام، حنا كنتواجدوا في أحد الطابق اللي هو قيد البناء، طابق ثاني، أحد المنازل اللي بسبب يعني العاصفة ديال البارح اللي ضربت مدينة تطوان، نهار كامل يعني وجا في الطريق، وصراحة سبب واحد الخسائر مادية بالنسبة يعني لواحد السيارة اللي كانت مركونة يعني في هذا الشارع هذا، كذلك يعني قطعت الطريق وبتدخل ديال الجهات المسؤولة، وكذلك يعني بتدخل ديال الناس ديال الحومة، فهم قدروا أنهم يطلقوا الطريق سرحوها، كذلك يعني صاحب سيارة اللي آمن بقدر الله سبحانه وتعالى وقال قدر الله وما شاء فعل، دا السيارة ديالو تصلح بدون ان يطالب صاحب البيت. فطبعا في هذا المباشر كيتواجد معنا يعني صاحب البيت متابعينا الكرام، يحكي لنا على تفاصيل هذه الواقعه، وكذلك يعني كيوجه واحد الرساله للسلطات المعنيه بالامر انها تعطيه رخصه باش انه يبني ويتمم يعني البناء ديالو اللي كان هو يعني قائد البناء ديال المنزل هذا. فطبعا يعني تابعوا معنا متابعينا الكرام تفاصيل هذه القضيه كلها. تفضل معنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا هو مول السكنه اللي طاحت لي البارح، كان وقف على تسقيف، هذه من 2011 وانا بنيها، والله سبحانه وتعالى عز وجل قدر اللهم شاء فعل. انا مكنتش ساكن هنايا الحمد لله، اللي ما وقع حتى شي حاجه الناس ولا اي شعب مغربي الحمد لله، ما وقع والو لا في الطريق، لان هي عندها جوج واجهات ما وقع والو. ومهم الحمد لله ملي جيت من الدار ما صبت حتى شي حاجه، هذيك كرامه الله سبحانه وتعالى، ما الارواح ولا شي حاجه. المهم انا ما ساكنش بنفس السكنه اللي ساكن فيها، انا ساكن بعيد شويه، وعيط لي واحد السيد النمر باقي حد الساعه ما عرفتش شكون، عيط لي وقال لي اخي محمد جا جي الدار ديالك راه طاحت والطرق مقطوعه وكذا. ملي جيت المهم السبعه قلقسم. المهم ديك الساعه كنت فايق، انا كنت كنصلي في الجير، وملي جيت وما بقيتش كننتبه، انا كنتبه ربما يكون طاح على هذا السكنه على الناس، لان هي عندها جوج الواجهات والطريق كتستعمل الراجلين بزاف ولا السيارات ولا. كان واحد صديق ديالي عنده فرغونيطه كتبيته قدام في الكراج، طاح ديك السور كامل عليها، ولكن الحمد لله المهم حيدنا داك الشيء، وجا سعادة القايد الله يجازيه بخير، جا نعين المكان وجاب رجال الانعاش حتى هما تعاونوا معنا مع الناس الحومه مع الاخوان، والحمد لله نقوا الشارع كامل، والمقدمين الله يجازيهم بخير حتى هما كذلك، وواحد الصديق ديالي جاب الكاميون حتى هو عاود تعاون معنا الله يجازيه بخير، نقينا الشارع، باقي واحد الواجهه اخرى هذيك ما كتستعملش السيارات خاصه باقي ما نقيناهاش، وكان تما الخيط ديال الضو طاح، ما قدرناش نحادو تما في شي حاجه، ربما يكون الخيط ما موالي مثلا في الماء ولا شي حاجه في اللاجور وكذا. والحمد لله على كل حال، ونطلب الله راس الجماعه يتعاون معنا يعطينا الرخصه باش نرد البناء كما هو، الله يرحم له الوالدين وهادشي اللي كاين، نطلب الله سبحانه وتعالى عز وجل يخلف هادشي كامل. البارح كيف يعني سمعتي الخبر بان المنزل ديالك سقط، شنو الشعور ديالك وانت اللي كتلقى الخبر؟ لا انا ما كنتش كنفكر في المنزل ديالي طاح، كنت كنفكر في الناس، لان هذاك موطع استراتيجي بزاف، لان عاد زيد محل تجاره تحت منه، ومهم واللي ماشي واللي غادي،
ما عرفتش انا كنقول ما يمكنش شي واحد يفليت، لان سبحان الله العظيم عز وجل ما وقع حتى شي حاجه غريبه، والله العظيم الا شي حاجه غريبه. شنو الساعه طاح المنزل وهذا المطعم؟ الساعه ما عرفتش بالضبط. قلتي لي بان كاين هنا كيكون الريح قوي الايام العادية، لان هذا المطع هذا كيجي لي كورينتي، كيبقى العجاج كدور في نفس المكان هذا المطع هذا ترى كيجي اي حاجه الريح كتصيبه هنايا، لان كاين خويا من هالجهه والشارع من هالجهه كيدور الكورينتي ديال الريح بزاف، والامطار الخير اللي طاحت البارح والريح بزاف، الريح شي حاجه كثيره. قلتي بني من 2001؟ وما يعني بنيه سبحان الله شحال من سنه. شوف شحال من سنه، من 2011 وهي مبنيه، والحمد لله ما وقع حتى شي حاجه، ولكن ما عرفتش بالضبط شنو كاين، شنو وقع هذا الشيء، هذا شي حاجه الريح، شي حاجه كان الليل ما حتى شي واحد ما عرفه، ولكن كاين ناس ما نعستش هنا في هذا الحي لان كان الريح بزاف. واش اللي كاين، الله يجازيهم بخير، يتعاونوا معنا الناس ديال الحومه ومنهقين الشارع وسعاده القاي الله يرحم له الوالدين، تا هو وقف معانا، تا هو جاب رجال الانعاش والمقدميه ديال الحي، تا هو والله يرحم له الوالدين، تا هو عمل مجهود ديالو كبير وصفطنا الكاميو، عمرنا الشيء اللي كان مقطوع به الطريق، ونطلب الله سبحانه وتعالى عز وجل راس الجماعه ديال تطوان يتعاون معنا، ما كنقولش انا ماديا ولا أن يتعاون معنا في الرخصة البناء ونرد التكشي كما كان. واش اللي كاين يعني انت يعني بني قلت لنا بانك يعني سبحان الله 2011 من هي احتاجيتي بانك بديتي كتلبس وباش تكمل عليها سبحان الله تبارك الله. تاجي باش نلبس مثلا ديك الواجهه، لان ما كانت هي اصلا جات على الشارع، وكخصنا نبيطوا الحي كامل بيط ديالو وكامل، المهم كان نرجع منوار، ولكن بغيت نلبس انا نرجع بحالو انت كذلك، ونبيض ونطلي وكذا، وهذه باش نرجع المطاع مزيان والشارع مزيان، ولكن ما قدر الله وما شاء فعل. وهالشيء اللي كاين، نطلب الله سبحانه وتعالى عز وجل يخلف اي حاجه اللي ضاعت من اي مسلم لا مغربي ولا اي مسلم على وجه الكره الارضيه، نطلب الله سبحانه وتعالى يوفقوا اي حاجه اي خير ان شاء الله بحول الله. بالنسبه يعني قلتي بان هذه الناس الحي هنا يعني عاودنا يعني التفاصيل، يعني هما اللي كانوا شاهدين، يعني قال لك يعني كن فيكون نيشان طاحت صافي. اي واحد ما فطنش بها من الحي، اي واحد، واحد كان جاي ربما كان مشي للسوق بعيد، هو اللي عيط لي، كان عنده النمره ديالي، عيط لي قال لي الطريق اخي مقطوعه، وجيت انا والله ما بقيت كنفكر انا في الطريق مقطوعه ولا شي حاجه، كنقول ربما يكون شي صبي هنا، ربما يكون شي راجل مطمور، وربما كذا، والحمد لله ما وقع حتى شي حاجه. المهم الشارع من جوج جوانب اللي مقطوع، ولكن الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه سبحان الله العظيم عز وجل. هالشيء اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى، اللي ما وقع حتى شي خساره الارواح، هذه واحد الكرامه عند الله سبحانه وتعالى عز وجل، وما هادشي كلشي مخلوف عند الله سبحانه وتعالى عز وجل. بالنسبه يعني حتى مسكين يعني الجار ديالك، يعني جارك اللي كانت عنده السياره ديالو مكونه، حتى هو يعني طمنك بالخير، قال لك انا ما خصني تعاود تما والو، حتى اتصلتي به قال لك يعني قدر الله ما شاء. هذاك الصديق ديالي، هذاك الصديق ديالي جبار فرقوني طاع، باقي عليه هذاك لاجور، باقي زاد بارابريس القدام مهرسه، بزاف ديال الحاجات خسائر، ولكن قال لي اخي محمد هادشي ديال الله ماشي ديال الاخر، شوف شحال انتباني ما وقع حتى شي حاجه، ولكن دابا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نطلب الله سبحانه وتعالى عز وجل يخلف له هو، نطلب الله سبحانه وتعالى عز وجل يخلف له هو، الله يجازيه بخير، ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله. وسعادة القايد قال لي ربي مخلوف عليك هذا الشيء اللي كاين، ربي يخلف لك، ونطلب الله. طلب الرخصه، انت مستعد انك؟ انا مستعد مالي الخاص نبني هادشي اللي ضاع، ما خصني حتى شي حاجه من شي حاجه من الدوله نهائيا، انا خصني غير يعطوني الرخصه نرد هادشي كما كان، الله يرحم لهم الوالدين كاملين، ونطلب الله سبحانه وتعالى عز وجل اللي وفقنا جميع المغاربه، وفقنا جميع الخير، والله يخلي لنا سيدنا، الله ينصره، الله يعاونه، والأسرة العلوية كاملة، أرحمكم الوالدين. تحياتي. إذا متابعينا الكرام، يعني غنكملوا معكم يعني في هذا المباشر، يعني غنوريكم يعني شنو وقع بالضبط.
حتى ديك الخراسي اللي خرجوا، يعني شنو وقع بالضبط في هذا المكان. وطبعا باش تعرفوا يعني العلو ديال الواجهه، قبل كان يعني الشتا بزاف يعني ما قدرناش اننا نوريكم شنو كاين. دابا يمكن انا نوريكم يعني شنو كاين، يعني انتما كتشوفوا يعني كلشي على عينيكم. بالنسبه يعني حنا كنتواجدوا في سطح العمار، والعماره كتطل على الشارع الرئيسي اللي هو ديال الحي البربوري في اتجاه الحزام الاخضر، وطبعا هذا شارع رئيسي انتما كتشوفوا. والسياره اللي كانت مركونه يعني البارح بحال هاد السيارات اللي مركونه هنايا، والطبق يعني كان ها هو الطبق كان كامل عباره عن بحال هكذا، يعني كان مبني يعني كيتسنى غير التسقيفه كما كنسميوها حنايا باللغه ديالنا، تسنى غير التسقيفه. وبالنسبه يعني للتسقيفه فهي ديك البني كامل طاح وما كتشوفش عاد تشطب الشارع، يعني البني كامل طاح هادشي كامل جا في الزنقه. يعني الحمد لله كتشوفوا يعني العيال المدرسه كيدوزوا، كلشي كيدوز، هما كتشوفوا الناس دايزين كلشي كيدوز. والحيط يعني سبحان الله بجهد الله يعني طاح هاد الجهه هاد الواجهه، وكذلك يعني طاحت هاد الواجهه اللي ما تشوفوها يعني باقا طايحه. فكاين هنا الكراج ديال المعلميه والناس خدامين، فالحمد لله هادشي وقع في الصباح بكري، ما كان حتى شي واحد باش ما طاحت على شي واحد. انتما كتشوفوا يعني المخلفات والخسائر ديال هاد السور اللي طاحت، ما كتشوفوا يعني كان بعض اللاجور باقيين مبني. هذا هو الشارع الرئيسي، يعني تشوف الحمد لله الطريق كيدوز من العيال كيدوز من كلشي. هذا حتى هي طاحه هما، هي طاحه هما، فلطف الله يعني وقف مع هاد السيد هذا، وقف مع تما الناس ديال الساكن. وهنا باش تعرفوا هاد الواجهه جات يعني خاويه، هو يعني ما كاينش منازل هنا بنيين، كاين منازل بعيد. وملي كتكون يعني الدرجه في الشوكه كما كنسميوها حنا في الشوكه، فكيلعب الريح بزاف، كيكون يعني الريح كيلعب بزاف. هادشي اللي خلى انا يعني السرعه ديال البارح الرياح اللي تجاوزت كما كنقول 127 كيلومتر في الساعه، انها طيح هاد البنايه اللي كانت صراحه ما كتشوف يعني بنيه مزيان، السواري ديالها بكلشي شفت السريه كطيح. فسبحان الله يعني باش تعرف جهد الله كيفاش عامل. وانتما كتشوفوا يعني اللاجور تقلع من الارض، يعني تقلع من الارض وطاح يعني بقوه ديك الرياح، طاح كلشي انتما كتشوفوا على عينيكم. وطبعا انتما سمعتوا يعني صاحب كاينه الطبقه الاولى ديال الطبقه الثانيه، يعني الطبق الثاني اللي كان وبالنسبه يعني اللاجور يعني الحيط دوبل، يعني باش نوريكم يعني كنسميوها حنا بالتطوانيه ديالنا كابوتشينا، يعني كان كابوتشينا. كابوتشينا هو جوج الواجهات فرشادات، نوريكم كيفاش باش تعرفوا. يعني سبحان الله يعني اللاجور دوبل كان بحال هكذا، يعني اللاجوره الاوليه هي اللاجوره الثانيه هي، ها هو كيبقى الخوا في الوسط وهادشي كامل طاح. وهما ديك الاسلاك اللي قال لك يعني السلك تقطعوا يعني كيتسناو يعني هذا كان نزل من الارض، هذا كان نزل في الارض وعلاوه، يعني كيتسناو تجي الشركه المفاوضه تدبير قطاع الماء والكهرباء هنا في مدينه تطوان انها تتدخل وتصلحوا كما كان من جديد. لان هذا ماشي متعمدا، هذا وقع قدر، يعني قدر ديال الله هو اللي وقع باش جعل هاد السقف ديال البيت انه يطيح. كما كتشوف يعني السيد كان باني هادو السراجم كانوا مركبين، كانوا مركبين يعني في البني، كان كيتسنى غير التسقيفه، السراجم كانوا مركبين بحال الشغل ديال الدار اللي هي بغاتنا، باينين السراجم مركبين كدا كتسنى غير التسقيفه. ها هو المخلفات ديال السراجم كلهم طاحوا، فما الشيء كلشي طاح. بالنسبه انتما كتشوف يعني هذا الشيء كامل ديال العلو، هذا الشيء كان الصوره هذا تخيلتي هذه الصوره هذه عاليه حتى لهذا، جوج ديال الجهات كيجي في الشارع وكيطيح قوه ديال الرياح. فالله يعوضو خير، تما سمعتو يعني كيطالب، ما كيطالبش شي حاجه، كيطالب غير من الناس ديال الجماعه الحضريه انها تمدو بالرخصه باش انه يكمل البني ديالو ويصلح الاصلاح ديالو. ما خصو لا تعويضات لا والو حتى شي حاجه، يعني العواصف والكوارث ما فيها شي تعويض. فالله يطمنو خير. تما كتشوفو متابعينا الكرام الحمد لله يعني صاحب البيت حاضر معنا وكيقول لك يعني الحمد لله على لطف الله انه لطف بيني. اذا متابعينا الكرام كنحييكم من المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه.